السلام عليكم، أنا اسمي السيد عامر، مهندس بترول في شركة سويس للزيت حاليا. حاليا برضو في الوقت الحالي أنا مهندس ناتشورال جاز بروسس أند برودكشن. أنا خريج هندسة بورسعيد دفعة 2012. بعد ما اتخرجت على طول اشتغلت في شركة وذرفورد درينج انترناشونال لمدة سنة وسبع شهور. اشتغلت معاهم شوية في جنوب سيناء، في الصحراء الغربية، في الحدود مع ليبيا، في العالمين، يعني في شوية أماكن مختلفة كده كمهندس ويلدرينج أند كومبليشن. بعد كده اتنقلت لشركة سويس للزيت في 2014، اشتغلت معاهم مهندس جاز بروسيس. بعد كده اتنقلت لقسم هندسة البترول اللي هو شغل الداون هول وشغل الورك أوفر والشغل اللي هو الخاص بعمليات الحفر واستكمال الآبار. طبعا شغال في حقل اسمه حقل سوق. حقل سوق المفروض ان هو حقل من الحقول اللي هي بتنتج غاز طبيعي. بننتج في اليوم تقريبا 150 مليون قدم، مع تقريبا مثلا 500 برميل كوندنسيت متكثفات، وبنعمل لهم بروسيس وبنطلعهم على الشبكه. بشتغل انستراكتور اويل اند جاز كورسز كفريلانسر، و كورسات تانية في بعض المراكز زي ام تي سي مصر تريننج سنتر، زي او جي اس، زي او بي اي، زي اللي هو الاونلاين بتروليوم اكاديمي، يعني شويه كورسات. واشتغلت مع ناس كتير في هندسه السويس، مجموعه كورسات برضو في ام تي سي وكورسات خاصه تانية، معظمها كان حاجات ريليتد للجاز بروسيس وحاجات تانية خاصه بالورك اوفر والويل كومبليشن. النهارده ان شاء الله احنا داخلين على حاجه مهمه جدا في عمليه الصناعه الكيميائيه او شغل الجاز بروسيس والكيميكال انجينيرنج اوبريشن، واحده من اهم، فعلا اهم اكويبمنت موجوده في اي مصنع اللي هو مش هيخلو منها اي بروسيس اوبريشن. مش بس بروسيس اوبريشن، انت لو طلعت على بريمه هتلاقي فيها فالفز، رحت جاز بروسيس بلانت هتلاقي فيها فالفز، كل الاوبريشن اللي بتتم. الصوت بس تمام يا شباب ولا في مشكله في الصوت؟ لا تمام كده يا باشمهندس. تمام. كل البروسيس بلانت الموجودة في أي مكان في العالم، إذا كانت صناعة أسمدة، صناعة بتروكيميكال، صناعة أدوية، صناعة ناتشورال جاز، أويل ريفاينري، لازم هلاقي فيها الفالفز. الفالفز المفروض إنها كمان واحدة من الحاجات المهمة جدا لأي بروسيس إنجينير لازم يكون فاهمها كويس جدا، لأنها للأسف منقسمة لشقين، شق ميكانيكي وشق أوبريشن. شق الأوبريشن هو ده اللي أنا وأنت مسؤولين عنه لأننا مهندسين بروسيس أو أوبريشن. شق الميكانيكال انا بساعد فيه، يعني انا كبروسيس انجينير بساعد فيه، لكن المفروض ان انا اقدر اوصف البلف، اقدر ان انا احكم على نوع البلف، اقدر ان انا اتعامل على البلف نفسه، طريقه تشغيل البلف وصيانته، وان انت تطلب سبير بارتس للفالفز، ان انت توصف الدايمتر بتاعه والتايب بتاعه والاوبريشن واللي هيشتغل فيها والضغوط اللي يقدر ان هو يتحملها وكده. كل ده حاجات مهمه جدا لازم ان احنا نكون عارفينها. احنا ان شاء الله هنتكلم في انواع الفالفز الموجوده، وهنتكلم ايه الفرق ما بين المانوال فالف وما بين الفالف الاوتوماتيك. هنتكلم في بعض الحاجات الاساسيه، ولو ان يعني كورس الفالفز لوحده احنا بناخده في او جي اس في 5 ايام، كل يوم تقريبا مثلا 6 ساعات او 7 ساعات، لكن احنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نتكلم في اسرع وقت ممكن عن انواع الفالفز والاكويبمنت اللي هي. تمام. هنحاول ان احنا ان شاء الله نغطي الموضوع باكبر قدر ممكن من الاستفاده، وكل مثلا ربع ساعه ممكن ان احنا نقف لمده ثواني، هنبقى متابعين مع بعض. اي سؤال في الفالفز نتكلم فيه ان شاء الله. طيب، زي ما قلت انا عندي البروسيس بلانت اكويبمنت او اي معدات موجوده في البروسيس، حاجه من اثنين، اما انها ستاتيك اكويبمنت واما انها روتيتنج اكويبمنت. الفالفز بتصنف من الستاتيك اكويبمنت، الطرمبات، البامبس، كومبريسور، التيربنز، دي كلها بنسميها دايناميك اكويبمنت او روتيتنج اكويبمنت. احنا عامه الفالفز من الاجزاء الخاصه ب مهندسين الستاتيك اكويبمنت. الفالف عموما هو عباره عن وسيله بستخدمها عشان اعمل ريجوليشن للفلو، او ان انا احول المسار بتاعه، او ان انا اقفل الفلو خالص او امنعه او اغير اتجاهه او اعمل اي تشينج في الفلو دايركشن بتاع الفلويد ده. زي ما احنا عارفين، بس الاول كلمه فلويد انا ما بكلمش بس على اويل اند جاز،
لا فلويد ده اي حاجه ليها قدره على الموفمنت ليها كومبريسابيليتي. طبعا خصائص الفلويد كلنا المفروض ان احنا عارفينها. فانا مجرد ان انا استخدم فالف على بايب لاين, عندي بايب لاين موجوده, انا هحط الفالف ده بهدف ان انا اعمل ريجوليشن او اعمل دايركشن او اكنترول الفلو ده, وفي نفس الوقت يكون قادر ان هو يوستند يتحمل الضغط والحراره بتاعه الفلو ده. تمام. طيب المفروض ان انا تكاليف البروسيس بلانت عموما او البايبنج, احنا عامه المفروض ان احنا الفالفز بتضاف للبايبنج كوست. يعني انا لما باجي اعمل بروسيس بلانت بيكون عندي اسعار للاكويبمنت واسعار للبايبنج. البايبنج تكلفتها عاليه جدا, يعني تكلفه اي بروسيس بلانت بتعتمد على تكلفه البايبنج اللي هتوصل ليها. يعني احنا متخيلين لما اكون مثلا عندي ابار على سبيل المثال على بعد 50 كيلو 60 كيلو من بروسيس بلانت, فانا محتاج ان انا اعمل خط مواسير ينقل الفلو من ابار موجوده في اماكن بعيده واوصلها لحد بروسيس بلانت. فنتخيل سعر, يعني المتر الواحد مثلا في البايبنج ده هيكون تكلفته قد ايه. احنا عندنا من 20 ل 30% من سعر البلانت عباره عن بايبنج. الفالفز بتمثل من 20% من 20 ل 30% من السعر التوتال بتاع البروسيس بلانت كلها, مش البايبنج بس. تمام. طيب المفروض كمان انها يعني السايزنج والسلكشن بتاع الفالفز ده كله المفروض انها مسؤوليه بروسيس انجينير خاص بالديزاين بشركه الديزاين اللي بتيجي تعمل فلو اشورنس بايب لاين فلو اشورنس, واللي بتدرس خصائص الفلو اللي موجود, ضغطه حرارته الفيسكوستي كل الخصائص الفيزيائيه الخاصه بالفلويد ده. بعد كده ابدا اعمل سلكشن للماتيريال بتاع البايب, عدد الفالفز, نوع الفالفز اللي انا هستخدمها, الماتيريال المصنوع منها, هل فيها ممكن ان انا استخدم رابر اليمنت جوه الفالفز ده ولا لا. لكن المهم ان كل ده بنسميه فلو اشورنس ستادي. طيب انا عندي في مصطلحين هنتكلم فيهم كتير جدا ويا ريت نبقى عارفينهم. عندي في حاجه اسمها دايما بتكلم عن اب ستريم وداون ستريم. اي اكويبمنت موجوده في العالم وليكن فالف وليكن بامب وليكن كومبريسور وليكن سبريتور عادي خالص كاستاتيك اكويبمنت او بريشر فيزل, المفروض ان الشمال بتاعه دايما او اتجاه الفلو بتاعه ده بنسميه الاب ستريم. الجزء اللي هو بعد الفالف او على اليمين بتاعه اتجاه الفلو كده دلوقتي, انا لو برسم فلو فالفلو هيكون ماشي من الاتجاه ده, يبقى انا كده ده اب ستريم الفالف وده داون ستريم الفالف. ده مصطلح يا ريت نبقى عارفينه دايما في اي بروسيس. احنا حتى عندنا في التقسيمه بتاعت البتروليوم انجينير بقول انت اب ستريم انجينير ولا داون ستريم انجينير. اب ستريم ده احنا بنتكلم في شغل الابار, شغل الحفر, شغل الورك اوفر. لكن احنا عموما ككيميكال انجينير, كريفاينري انجينير, كناس بتاعت بروسيس بلانت اوبريشن انجينيرز, بنتكلم ان احنا داون ستريم انجينير. تمام. طيب يبقى الفالف فانكشن زي ما قلنا هيعمل ستارت وستوب للفلو اذا كنا بنستخدم اون اوف فالفز, هعمل كنترول وريجوليشن للفلو, هعمل بريفنت للباك فلو في حاله ان انا عندي فلو مشي في اتجاه والفلو قطع فجاه فما يعملش باك تاني عليا, يعني الفلو كان ماشي في الاتجاه ده. نفترض الفلو اتقطع لاي سبب, ترومبه كانت على الخط والترومبه دي وقعت, اي مشكله حصلت, فما يحصلش باك فلو تاني يدمر لي الاكويبمنت ويسبب لي مشاكل في البروسيس اللي عندي. فانا بستخدم الفالفز عشان كده. في حاجه مهمه جدا في البروسيس بلانت وهي الريليفنج او البريشر ريجوليشن, ان انا عندي اكويبمنت, الاكويبمنت دي في حاله الاوفر بريشر ببقى مركب هنا سيفتي فالف او بريشر ريليف فالف ان هو يطلع الاوفر بريشر الموجود جوه الفيزل دي عشان يحميها من الانفجار او من اي كاتاستروفيك اوبريشن. فبيبقى عندي ريليف فالف جاهز دايما ان هو يكون يعني جاهز 100% ان هو يريليف البريشر ده, ينزله للضغط المسموح بيه للاوبريشن جوه الفيزل دي. طيب الفالفز اللي احنا هنسمع عنها دايما في البروسيس كتير جدا وانواع مختلفه كتيره جدا, وكل فالف منهم ليه كاركترستكس وليه استخدامات, وما ينفعش ان انا استخدم فالف مكان التاني. وفهم البروسيس انجينير لكل نوع من انواع الفالفز ده مهم جدا, ان انت بس تبص على الفالف ده هتعرف نوعه, تعرف احنا تمام. برضو معلش يا شباب انا بس كل شويه محتاج ان انا اكد معاكم ان الدنيا تمام عشان الصوت بس. تمام جدا يا باشمهندس. حبيبي هندسة. تمام. طيب فكل نوع من انواع الفالفز دي المفروض ان انا مجرد ما اعمل بصه بس على الفالف ده اعرف نوعه,
اعرف الدايمتر بتاعته، اعرف الفلانشه بتاعته او الكونكشن بتاعته مع البايبنج شكلها عامل ازاي، اعرف ان هو هل يقدر يتحمل ضغط عالي ولا لا، عدد المسامير الموجوده اللي بتربط الفلانشه بتاعه الفالف ده مع البايبنج شكلها عامل ازاي، اعرف كل تفاصيل الفالف من مجرد بصه. ودي بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا واساسيه لاي مهندس بروس شاطر. فانا هسمع عن حاجه اسمها جيت فالف او بلف البوابه، هسمع عن الجلوب، هسمع عن البلاك فالف، هسمع عن الديافرام والبول والبترفلاي والنيدل والتشيك والبريشر ريليف فالف كنترول فالف الستيم ترابس السترينرز، كل دي بايبنج اكويبمنت بصنفها انها فالفز. كل نوع منهم المفروض ان انا هكون عارف ان الكومبوننت بتاعت اي فالف منهم، اي فالف من الفالفات اللي احنا اتكلمنا عليها دي ليه كومبوننت، الفالفات دي دايما هيبقى فيها البادي بتاع الفالف نفسه اللي هو الجزء ده، ده اسمه البادي، كل ده اسمه البادي اهو. البادي ده بيبقى مصنوع من الفورجد ستيل او كربون ستيل او نفس الماتيريال المصنوع منها البايبلاين. ساعات بستخدمه بصنعه من مواد غاليه جدا تتحمل ضغوط عاليه تتحمل حرارات مختلفه، فبيبقى هو الجزء اللي احنا شايفينه ده لحد هنا كده عند البونت. البونت ده هو اللي هيبدا يعمل لي سيلينج للستيم اللي موجود جواه، والستيم ده هيكون واصل تحت بالبلاجا او الفالف ديسك او اللي هو الكلوجر اليمنت. هيكون عندي هنا السيت اللي هو البوابة دي لما تنزل هتقفل المكان ده، فيبقى أنا كده منعت الفلو. الفلو لو ماشي أنا هلاقيه ماشي كده نزل بعدين خرج من الفتحة اللي مفتوحة وخرج من الأوتر بارت بتاع الفالف. لما أنا هعمل الأكشويتور اللي فوق ده أو الهاند ويل أو اللي هو الأوبريتور اللي أنا هقفل منه وافتح منه الفالف، لما لفه الستيم ده هيلف، لما يلف هيلف جوه البونت، البونت هتمنع أي بريشر إنه يطلع منها لان فيها رابر اليمنت او حاجه بنسميها جلاند. الجلاند دي هتعمل لي سيلينج واير روتيشن للستيم. الستيم لما يلف هينزل لتحت فياخد معاه الفالف ممبر او البلج وينزل يسيد جوه السيت، فيبقى عمل كنترول للبريشر. طيب يبقى الفالف بادي زي ما احنا قلنا اهو بيهولد كل الاكويبمنت الموجوده في الفالف، في نفس الوقت ان هو البريشر ريتنج بتاع الفالف ده زي ما انا قلت ان انا بصيت على الفالف ده عرفت ان هو ما يتحملش ضغط مثلا اكتر من 35 بار. السبب الفالف بيبقى مدموغ عليه او يعني عليه علامه كده ارقام، الارقام دي منها نقدر ان انا احدد اتجاه الفلو. زي ما انا شايف هنا اهو ممكن الاقي سهم كده بيقول لي ان الفالف ده ممكن يشتغل في تو دايركشن. في نفس الوقت البريشر ريتنج بتاع الفالف ده 150 150، فانا كده عرفت الريتنج بتاعه كام، وبالتالي اقدر احدد البريشر والتمبريتشر الفالف بيشتغل عليه. ممكن الاقي كمان عليه حاجه اسمها دبليو جي اي، هتكلم عنها بعد دقائق. المهم ان الفالف بادي لازم ان هو يقدر يتحمل الضغوط والحرارات اللي انا هشغل فيها الفلويد الموجود عندي، وفي نفس الوقت بيكون في الاند كونكشن اللي هتبقى كونكتد على البايب لاين، اذا كانت فلانش اذا كانت الكلام ده ممكن نوصله ان شاء الله لو لحقنا. طيب تاني حاجة البونت، البونت هو الجزء اللي فوق ده اللي انا قلت لك اللي الستيم بيعدي من جواه. الستيم ده المفروض ان هو بيكون جزء واحد مع الديسك. الستيم ده لما هيتحرك المفروض ان انا محتاج حاجة تعمل لي يكون جواها رابر اليمنت او جلاند يقدر ان هو يكنترول البريشر الموجود جوه. لما افتح الفالف ده ففي فلو وبريشر هيكون موجودين هنا، فالبونت هي اللي هتتحمل الضغط ده وهتمنع الليك. تمام؟ طيب الستيم هو عباره عن شافت كده، الشافت ده بيكون كونكتد من تحت متثبت تحت في الديسك او البول او وات ايفر الكلوجر اليمنت الموجود تحت، وهيكون كونكتد فوق بالهاند ويل اللي انا هقدر اعمل روتيشن اقفل وافتح منها الفالف. طيب الديسك والسيت، الديسك والسيت ده هم دول الاثنين الاكويبمنت اللي هم مسؤولين عن الستارت اللي بياخدوا المين اكشن بتاع الفالف. وكل نوع من انواع البلوف بيسمى بالاسم بيزد على نوع الديسك اللي موجود. يعني لو ده بول فالف فهيبقى دي بوله، كوره زي الكوره اللي انت شايفها دي، والفتحه دي هي اللي هتكون كونكتد على الستيم، والستيم فوق هيكون عليه الهاند ويل اللي احنا عارفينه. طيب يبقى الديسك والسيت بيدوني حاجتين، اول حاجه بنسمي الفالف من خلالهم،
يعني تسميه الفالف ديبند على نوع السيت اللي موجود تحت، اذا كان ديسك اذا كان جيت اذا كان بول. في نفس الوقت هيقدر يعني من خلالهم هقدر ان انا اعمل ستارت وستوب للفلو، ان انا افتح الفالف ده فانا عملت فلو قفلت يعني خليت السيت جوه الديسك جوه السيت فانا كده قفلت الفلو. في نفس الوقت اقدر ان انا اعمل ثروتلنج لو انا عايز ان انا اخنق في الفلو او اتحكم فيه. طيب الستافنج بوكس او الباكينج، الستافنج بوكس او الباكينج سوري، ده المفروض ان هي عباره عن الشامبر اللي هتكون زي ما انا قلت لك كده، انا معدي الاستم من جوه البونت، في عندي هنا باكينج موجود. الباكينج ده بيبقى عباره عن رابر اليمنت كده بيبقى حوالين الاستم، وده المفروض اللي بيحافظ لي على الضغط جوه ان هو ما يحصلوش اي ليك. طيب الفالف اكشويتور ده هو العجله اللي فوق او الليفر الموجود فوق اللي بيبقى كونكتد على الاستم، واللي من خلاله بقدر ان انا اعمل روتيشن او اعمل افتح واقفل الفالف. فساعات بيبقى عندي ليفر عباره عن هيت كده موجوده، ممكن يكون عندي جير اوبريتد ان انا يكون عندي جير بوكس في حاله الضغوط العاليه بقى، وان انا عاوز ان انا يعني عارف ان انا اوزع القوه اللي انا هعملها، فانا بلف ده، لما الف ده يجي فيه هنا شويه تلوس كده موجوده جيرز موجوده جوه الجير بوكس ده، يبدا ان هو يحرك لي الاستم اللي موجود فيلف لي البوله اللي جوه في حاله الهاي بريشر، فما بقاش محتاج قوه كبيره قوي. لك ان تتخيل ان انا مثلا عندي ناحيه فيها 100 بار وبعد كده في البلف قافل والناحيه الثانيه زيرو، فانت متخيل ديفرنشال بريشر اللي انت هتتعامل معاه كاوبريتور، انت محتاج ضغط عالي جدا عشان او قوه عاليه جدا او تورك كبير عشان انت تقدر ان انت تلف الفالف ده. ممكن ان هو يكون هاند ويل اللي هي العجله اللي انت شايفها دي، ممكن ان هو يكون تشين اوبريتد لو هو كان في ليفل عالي او كده، فانا ممكن يكون ليه تشين جنزير كده بتلف ويلف الطاره، او ان هو يكون بجير بوكس او ليفر زي ما احنا قلنا. طيب الفالف اكشويتر، الفالف اكشويتر ده زي ما احنا قلنا حاجه من اثنين، لا اما مانوال لا اما اوتوماتيك. المانوال ده زي الهاند ويل وزي الهاند ليفر وزي الجير ويل وزي التشين. ممكن ان انا يعني اعوض الموضوع ده خالص بقى، ما استخدمش الاوبريتور او ما استخدمش الجهد البشري عشان نفتح الفالف، واستخدم حاجه زي موتور موتورايزد اكويبمنت، استخدمها عن طريق ان انا استخدمها بكهرباء او استخدمها بإير او ان انا استخدمها بزيت، المهم ان في ضغط خارجي هستعمله عشان ان انا افتح الفالف ده. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعت الفالفز هيكون ديبند على ثلاث حاجات. اول حاجه الفانكشن بتاعت الفالف انا بستخدمه في ايه، التطبيق بتاعه، ونوع الحركه بتاعته، هل الحركه بتاعته دورانيه ولا تردديه ولا نوع الحركه ايه. اول حاجه الفانكشن، في عندي فالفات اقدر ان انا افتحها 100% او اقفلها 100%، يعني ما اقدرش ان انا افتحها 20% 30% لان ده هيدمر الفالف. عشان كده بقول لك انت كبروسيس انجينير مجرد ما تشوف الفالف وتعرف نوعه انت عرفت حاجات كتيره جدا عن الاوبريشن بتاعته. مجرد ان انا عرفت ان الفالف اللي قدامي ده بول فالف، يبقى ما ينفعش ان انا اسيب الاوبريتور يفتحه 20% و30% لان انا كده بدمر الفالف ده، لانه مش مخصص لكده، هو فالف اون اوف 100% او 0%. يعني ما ينفعش ان الفالف يكون ما بين البنين، ما ينفعش ان انا اكون مخنق فيه، لان انا لما بخنق فانا بكسر الفالف ده او بقلل الانتجريتي بتاعته او ببوظ السيت والديسك الموجودين جواه، وهنعرف السبب دلوقتي. لكن الاون اوف فالف زي البول فالف، البلف اللي هو الكوره ده، ما ينفعش ان هو يتقفل ويتفتح بنسب، هو لازم 100% على طول. الجيت فالف، البلاك فالف، الديافرام فالف، كل الانواع دي احنا هنشوفها بعد دقايق، وهنعرف ليه اصلا ما ينفعش انها تتفتح نص فتحه. هو طبعا انت تقدر ان انت تفتحها، لكن انت بتفتحها فانت كده بتدمرها لانها مش مخصصه للفتحه دي. في فالفات تانية اقدر ان انا افتحها 100% او ان انا اعمل لها ثروتلنج. كلمه ثروتلنج في الفالف معناها ان انا اقدر افتحه 10% 20% 30% وات ايفر. مش بس كده، انا اقدر ان انا احط عليها كمان اكشويتور او كنترول موتور كده، الموتور ده يقدر ان هو يحرك لي الفالف ده بنسبه 10% 15% 20%، هو ده اللي انا بعمله جوه الكنترول روم في غرف التحكم الموجوده في البروسيس بلاند. طيب الثروتلنج ده اكتر حاجه وافضل فالفز اللي بتشتغل معايا الثروتلنج هي جلوب فالف. الجلوف فالف اقدر ان انا افتحه واقفله بنسب معينه، واقدر افتحه واقفله 100%، يعني يقدر يشتغل اون اوف فالف ويقدر يشتغل ثروتلنج فالف. الباتر فلاي والنيدل البول فالف في الثروتلنج قليل جدا جدا جدا، وبيبقى سبيشال كيس ان انا استخدم فيها البول فالف.
طيب النان ريتيرن فالف دي فالفات بتدي الفلو في اتجاه وتمنعه في الاتجاه العكسي، يعني تعدي الفلو في اتجاه الفلو يمشي كده لكن ما يقدرش ان هو يرجع تاني. تمام. طيب الاون اوف فالفز دي ممكن ان انا اسميها بلوك فالف، لانه هو فالف بيقفل او بيفتح بس، بقدر استخدمها في انها تعمل ستارت وستوب للفلو. والكومن فالفز الموجوده زي ما انا قلت لك، عندي السيفتي ريليف فالف، ده الفالف اللي انا قلت لك بركبه على الاكويبمنت عشان حاله الاوفر بريشر الفلو بتاعه بيبقى من تحت واللي خارج منه من الجنب، فبالتالي هيكون كونكتد على اي بريشر اكويبمنت او اي بريشر فيسل. في حاله الهاي بريشر هيبدا ان هو يفتح يخرج لي الضغط ده عن طريق قوه سبرينج سوسته كده موجوده فوق هنا قافله المكان ده. طيب البول فالف زي ما انت شايف والجيت والبلاج. طيب النون ريتيرن فالف دي فالفات بتدي فلو في اتجاه وتمنعه في الاتجاه العكسي، ساعات بنسميها تشيك فالف، هنوصل لها بالتفاصيل دلوقتي. الفالف ده بيبقى له اتجاه معين اهو، سهم اهو زي اللي انت شايفه، السهم ده بيحدد اتجاه الفلو في ناحيه ويمنعه في الناحيه الثانيه الفلو، لو جه عكسي هيلاقي قدامه الكلوجر اليمنت او الديسك الموجود ده فالفلو كده واقف. بستخدم النون ريتيرن فالفز ده في ابلكيشن كتيره جدا، اهمها على طرد اي بمبات او كومبريسورات او بريشر اكويبمنت، ان اللي يخرج من البمب ده مستحيل يرجع لها تاني، وبيبقى له شكل كده معين في اي بي اي دي، اتجاه السهم ده بيحدد لي اتجاه الفلو رايح منين لفين. لكن اي فالف تاني عندها فالف اهو بول فالف، انا ما اقدرش ان انا احدد دلوقتي اتجاه الفلو الا عن طريق التشيك فالف اللي موجود عندي. فالتشيك فالفز دايما بنوزعها على اب داون ستريم، زي ما احنا قلنا بقى البامب دي ليها اب ستريم اهو، وده الداون ستريم بتاعها، ده الاب ستريم اللي هو المكان اللي بتسحب منه واللي بتطرد عليه هو ده الداون ستريم. طيب احنا لحد دلوقتي في حد عنده اسئله ولا حاجه؟ طيب احنا كده بقى لنا 20 دقيقه، في اي حد عنده اسئله في الجزء اللي فات؟ اذنكم يا شباب لو في اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند وانا هفتح المايك. في حد عنده اي سؤال؟ طيب نكمل؟ طيب في نفس الوقت انا عندي ثروتلينج فالفز، ثروتلينج فالفز دي بقدر ان انا استخدمها انها تديني نسبه معينه من الفلو، فاقدر من خلالها اتحكم في بريشر، في تمبريتشر، في فلو ريت بتاع اي فلويد معدي. طيب الكومون ثروتلينج فالفز غالبا بيبقى جلوب فالف، الجلوب فالف ده دايما بستخدمه ككنترول فالف، ده هو الفالف اهو، وده الاكشويتور اللي انا هستخدمه فوق اللي هو مكان العجله اللي انا كنت بلفها او الليفر اللي انا بستخدمه، فهحط بنيوماتيك كنترول سيستم ان هو يتحكم في الستيم اللي هنا ده، يرفع الديسك الموجود تحت او ينزله لتحت عن طريق ضغط اير سبلاي. تمام. طيب في كلاسيفيكيشن تاني ديبند على الابلكيشن، هل الفالفز ده بستخدمه في الجنرال سيرفيس ولا في سبيشال سيرفيس ولا في سيفير اوبريشن بقى؟ الكلاسيفيكيشن ده هيكون ديبند على الابلكيشن بتاع الفالف. في فالفات بستخدمها في اللو بريشر في الضغوط القليله، مثلا من 150 الكلاس بتاعها من 150 ل 600. كلمه كلاس اصلا احنا المفروض ان احنا بنقسم البايب لاين لكلاس، يعني 150 ده مثلا يتحمل ضغط لحد كام وحراره قد ايه، ليهم جدول هنشوفه بعد دقيقه. ال 600 ده بيتحمل ضغوط لحد 100 بار، لحد 1000 بي اس اي، لحد 400 درجه سليزيوس. تمبريتشر ريتنج بتاع الجنرال سيرفيس ده 46 درجه سليزيوس لحد 350 درجه. الفلو اللي ماشي ما يبقاش فيه كروسيف فلويد، ما يبقاش فيه اسيدز مثلا ماشيه في البايب لاين، استخدمه في البريشر دروب يكون قليل، ما يبقاش فيه بريشر دروب عالي عليه. في الاماكن اللي انا مش متوقع ان يحصل فيها مشاكل في الاوبريشن زي الكافيتيشن او الفلاشنج. عندي الفالف ريتنج اللي احنا كنا بنتكلم عليه من دقيقه، وده جزء مهم جدا 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 بالنسبه لنا. في منظمه اسمها منظمه الانسي، دي بتحط ستاندر للبايبنج والميكانيكال انجينيرنج اكويبمنت، بتعمل ماب كده او خريطه عن طريق ان انا عاوز اشتغل مثلا عند ضغط ايه وحراره ايه، فما اقدرش ان انا استخدم فالف ريتنج بتاعه يكون اقل مثلا من 600، ده الموست كومون. ال 600 وال 900 هم الموست كومون في صناعه الاويل اند الجاز، وممكن ساعات بستخدم ال 150 وال 300 في الضغوط القليله قوي. لكن انا عندي دايما لما الاقي الفالف مكتوب عليه دبليو او جي
الفلفات دايما هلاقيها مكتوب عليها يا اما دبليو اي او جي مع اتجاه الفلو، مع الحته اللي هي فيها اتجاه الفلو، بلاقي مكتوب عليها دبليو او جي يعني تشتغل مع الووتر والاويل والجاز، والليتنج بتاعها بيبقى شغال في سمول فالفز. لو انا في ستيم اوبريشن فانا هلاقي عندي دبليو اس بي، يعني معظم برضه البروسس بلانت او البتروكيميكال بلانت بيبقى فيها فالفات شغاله في حاله الستيم، فانا عندي اقدر ان انا استخدمها. طبعا بتبقى في هاي بريشر شويه لان في ستيم عندي. فمن خلال الشرط اللي احنا شايفينه ده او الماب دي اقدر ان انا اشوف على سبيل المثال لو انا عندي بايب لاين، البايب لاين دي الكلاس بتاعها او 600 او الفالف ده 600 وبيشتغل عند حراره مثلا خلينا نقول 300 مثلا، فده يقدر ان هو يتحمل ضغط لحد 1400 بي اس اي. تمام؟ هل الشرط ده هقدر ان انا اتفضل يا هندسه؟ في حد عنده سؤال؟ اتفضل. طيب ماشي تمام. البلف هندسه اللي هو في الصفحه 23 ده في حاجات متركبه عليه، ايه هي بقى الحاجات دي؟ تمام. بص يا هندسه، انا زي ما قلت لك ان انا عندي الفالف دايما بيبقى حاجه من اتنين، لا اما مانوال فالف لا اما كنترول فالف. مانوال فالف ده يعني انت اللي بتقدر ان انت تفتح الفالف ده وتقفله بايدك، بتبعت اوبريتور او انت يعني حد جنب الفالف تقدر ان انت تفتحه وتقفله بايديك انت. لكن في بعض البروسيس الكبيره او ان عندي مثلا بروس بلانت بره، فبيبقى عندي حاجه اسمها كنترول فالف. الكنترول فالف ده عباره عن ايه؟ حاول بس نمسح ده ولا صعب. تمام. انا دلوقتي عندي الكنترول الفالف اللي احنا شايفينه ده، الفالف ده جزئين اهو، الجزء اللي تحت ده هو ده الفالف، ده نوع من انواع الفالف اسمه جلوب فالف. الفالف ده بركب عليه من فوق اكويبمنت اسمها اكشويتور. الاكشويتور ده يقدر يعمل ايه؟ يقدر ان هو بشكل ميكانيكي معين يقدر ان هو يفتح الستيم بتاع الفالف اهو، هو ده المسؤول على انه بيفتح الفالف او يقفله. انا بركب عليه الجزء اللي فوق ده اسمه الاكشويتور، الاكشويتور ده بيخش له ضغط هواء، انسترومنت اير موجود، ضغط الهواء ده يقدر ان هو يتحكم في الستيم ده يرفعه او ينزله كانه موتور بالظبط، كانه موتور. هوريك حتى الشكل بتاع الكونفيجريشن بتاعه من جوه بعد دقايق ان شاء الله. لكن كل اللي انت شايفه ده مجرد ان هو ريجوليتور مثلا بينزل ضغط الانسترومنت اير اللي انا مستخدمه عشان ان هو يبقى باور سورس يفتح ويقفل الفالف ده، بينزل الضغط بتاعه شويه. يعني على سبيل المثال انا عندي كومبريسور بيطلع ضغط هواء للمصنع عشان يشغل المصنع، ضغطه 10 بار. ال 10 بار دول مش هينفع ان هم يدخلوا دايركت على الفالف، لا هدخلهم على بريشر ريجوليتور يقلل الضغط ده شويه ويخرجه مثلا في الستانلس تيوب الصغيره اللي انت شايفها هنا دي، يطلعوا مثلا 4 بار. ال 4 بار هيدخلوا على الستيم دول، يبدا ان هم يحركوا الستيم دول لفوق مسافه معينه ولتكن 10%. طب لو انا محتاج ان انا افتح 20%، ال 10 بار دول هيدخلوا على الريجوليتور يطلعوا 5 بار، 5 بار دول يفتحوا اكتر شويه وهكذا. تمام كده ولا فيها مشكله؟ تمام يا هندسه؟ تمام كده يا احمد؟ يعني بص يا هندسه من الاخر بالظبط، كانك شلت الهاند ويل اللي انت بتتحكم فيها بالبلف دي عن طريق بايدك، كانك شلتها بالظبط وحطيت مكانها موتور. مش انت محتاج ان انت تلف بس الحته دي او الهاند ويل دي، مجرد انت بتلفها يعني الفالف بيفتح ويقفل، انا هشيل الهاند ويل دي وهركب مكانها الموتور، هو الموتور اللي هو الاكشويتور. تمام. بس هو انا بس عشان مش متخيل الشكل من جوه بس هندسه، انا حتى ممكن طيب اجيبها لك بقى اوريها لك بالظبط. بسرعه جدا. بص يا هندسه، هو ده شكل الكنترول فالف بالظبط. الفالف بيبقى راكب عليه من فوق، ده الستيم اهو، الستيم ده بيطلع حركه لفوق وتحت، كل ما بيطلع لفوق بيفتح، كل ما بينزل لتحت بيقفل. اللي بيحصل دلوقتي ان انا عندي الفلو دخل وخرج اهو، اول ما الستيم بالفالف ده يكون فوق. الستيم ده فيه ضغط هواء هيدخل من هنا، ضغط الهواء فيه هنا حاجه اسمها ديافرام كده قافل، اول ما يدوس على الديافرام ده السوسته دي تزق الستيم ده فينزل يقفل. طيب قللنا الضغط، مجرد ما الهواء ده خرج هيبدا السوسته دي تبدا تاني تشد الستيم ده تفتحه تاني.
في شكل تاني ليها برضو ممكن انها تبقى واضحة اكتر. طيب بالظبط هو ده اللي انت شايفه ده كده بالظبط، ده برضو فالف اهو. الفالف انت بتلف الطاره اللي فوق، بتلف الستيم، الستيم بيطلع لك شايف انت اللي حصل. انا بقى شلت الاكشويتور ده، شلت الهاند ويل دي وركبت مكانها اكشويتور اوتوماتيك. تمام، انا مش لاقي كنترول فالف تاني عندي، بس عامه يعني لما نوصلها ان شاء الله هنلاقي الدنيا فيها تمام. طيب يبقى انا بالنسبه لي الفالف ريتنج زي ما احنا قلنا ان انا عندي الفالف لو هو 600، لو الريتنج بتاعه 600 او البايب لاين دي لو لقيت مكتوب عليها 600 كده وعلامه الشباك، يبقى كده بتتحمل ضغط لحد 100 بار، لو 900 يبقى 160 وهكذا. كل نوع من انواع البايبنج او البايب لاين هلاقيها بتشتغل كده. يبقى انا الفالف عشان اوصفه محتاج ان انا اعرف نوعه، محتاج ان انا اعرف الدايمتر بتاعه، الدايمتر بتاعه اذا كان نص بوصه، ربع بوصه، 2 بوصه، 8 بوصه، 16، 20، 25. المهم ان الفالف لازم اوصفه بالنوع بتاعه، هل هو بول ولا جيت ولا جلوب، هل هو الدايمتر بتاعه قد ايه، الريتنج بتاعه قد ايه. تمام، عشان ان انا ابلغ الميكانيكا ان انا عندي مشكله في فالف معين، هعمل ريبورت ان انا عندي مشكله في فالف معين، في عندي اكسيدنت، فانا المفروض ان انا هبدا اوصفها، فانا لازم اكون عارف كل تفاصيل الفالف دي. طيب سيلكشن الفالف او ان انا اختار فالف معين مكان فالف تاني ديبند على البريشر اللي انا هشتغل عليه. طبعا في فالفات بستخدمها مثلا شركات الميه تستخدمها، شركات توزيع الغاز للبيوت تستخدم حاجه اقوى شويه، البروسيس بلانت في الجاز اوبريشن بتبقى محتاجه حاجه اقوى حبتين، شغل النيوكليار باور والشغل اللي هو النووي والحاجات اللي فيها ضغوط عاليه جدا وحرارات مختلفه تماما فبيبقى لها نوع معين. التمبريتشر اللي انا هشتغل عندها حاجه مهمه جدا، انا عندي مثلا في صناعه ال ان جي ليكوفايد ناتشرال جاز بشتغل عند حرارات بتوصل لماينس 160 وماينس 200، شغل فصل الهواء الاير سبريشن اللي انا بطلع منه نيتروجين المسال، الحاجات دي كلها المفروض ان انا هبقى محتاج تمام. المفروض ان انا نوع الفلويد والحراره بتاعت الفلويد الموجوده دي هتاثر لي جدا. احنا عارفين ان اي ماتيريال مصنوعه من الحديد لما تتعرض لحرارات عاليه وضغوط عاليه وحرارات منخفضه وضغوط منخفضه فده بيأثر على الميتالوجي بتاعه الماتيريال نفسها، السبيكه اللي مصنوع منها الحديد. يعني مثلا الحديد لما بيتعرض لحرارات منخفضه قوي فممكن هو يتكسر، بيبقى سهل جدا، بيبقى ماده بريتل. لما مثلا يكون عندي في الاستومر او رابر اليمنتس موجوده جوه الفالفز، الرابر اليمنت ده لما يتعرض لحرارات عاليه فهيحصل له مثلا هيحصل له ميلتنج، هينصهر، هيدوب، هيسيح، فدي مشكله بالنسبه لي. فتمبريتشر اللي انا بشتغل عندها مهمه جدا. نوع الفلويد اللي موجود، الفالف اللي بستخدمه مع الليكويد هيبقى مش هو نفسه اللي بستخدمه مع الستيم او الجاز او الاير، مش هو اللي انا ممكن استخدمه مع ماده ديرتي او ماده كروسيف او ابريسيف. عندي على سبيل المثال في ابار بتنتج غاز وزيت وميه وفي نفس الوقت بتنتج شويه سوليدز ساند برودكشن، من المشاكل الكبيره اللي بنلاقيها في البروس بلاند. ساند برودكشن ده لما يعدي على فالف بالسرعه الكبيره اللي بيبقى الغاز شايلها فالرملايه بتبقى ماشيه زي الرصاصه بتنحر اي ميتال بيقابلها. عمليه النحر دي بتسبب لي مشكله كبيره في الفالفات، فبستخدم فالف السلكشن بتاعه بيكون من نوع معين يتحمل الاروسيف انفايرمنت اللي هو عايش فيها دي. انا قلت ان انا في عندي ميه طالعه من الابار ماشيه في بايب لاين، الميه دي لو اتفاعلت مع سي او 2 او اتش 2 اس الموجودين اصلا في الكومبوزيشن بتاع النشر الجاز والاويل فهيبقى كروسيف. فالفلويد طيب مهم جدا، كروسيف ده يعني هبعد خالص عن فالفات مصنوعه من الحديد، لا هستخدم حاجات اقوى شويه زي الستانلس ستيل او المونل او اللوي تانية تتحمل الكروسيف. الفلو كونسيدريشن بقى اذا كنت هستخدم الفالف ده اون اوف يعني يفتح 100% او يقفل خالص، ولا اذا كنت هستخدم الفالف ده كثروتلينج ان انا افتحه بنسب، هل الفالف ده محتاج ان انا ابريفنت الباك فلو ولا لا، البريشر دروب المسموح ليا في العمليه دي عامله ازاي، لان انا لما بتكلم عن بروسيس بلانت يا شباب فانا بتكلم عن بريشر وتمبريتشر وفوليوم وفلو ريت، دول حاجات اساسيه عندي وثابته لازم ان انا اكون دارسهم كويس وفاهم انا شغال فين. طيب تمام. طيب
زي ما قلت ان انا عندي الفالفز دي، كل نوع من انواع الفالف دي ليه ستارت ستوب، ينفع ان هو يستارت وستوب، يقدر ان هو يكون يعمل ثروتلينج، الفريكوانت اوبريشن بتاعته، الديورابيليتي بتاعه الفالف نفسها هل ينفع اعتمد عليه ولا لا. زي ما انا قلت ان اي فالف بلاقي مدموغ عليه ثلاث حروف كده، وبلاقي عليه كمان الريتنج بتاعه بتبقى دايما موجوده على البونت او موجوده على الفالف بودي، واتجاه الفلو دايركشن بنسميها البريدج وول ماركينج، من خلالها بعرف نوع الفلو واعرف الضغط اللي بتحمله الفالف، واعرف ممكن الماتيريال كمان المصنوع منها اذا كانت كاست ايرون ولا كربون ستيل ولا ستانلس ستيل ولا ايه الماتيريال بتاعها. تمام. طيب الفالف كلاسيفيكيشن بقى في حاله سبيشال سيرفيس، سبيشال سيرفيس دي بقى احنا بنتكلم في فيري هاي بريشر، سيفير بريشر، شغل النيوكلير باور، شغل الثيرمال انرجي والمحطات اللي هي النوويه والمحطات الحراريه والكلام ده كلها، فبستخدم لها حاجات سبيشال شويه، بتبقى فالفز مصنوعه من ماتيريال مختلفه، بتبقى فيها الانجينيرنج عالي جدا، نسبه الخطا فيها ما ينفعش انها تغلط او انها يحصل فيها ليك او يحصل فيها اي مشكله لانها تعمل هارمينج للانفايرمنت. طيب فالسبيشال ابلكيشن دي كتيره جدا طبعا. طيب الفالفات ممكن ليها تقسيمه اخيره بقى، عشان عارف انتوا زهقتوا من التقسيمات بتاعتها، وهي تقسيمة خاصة بالموشن بتاع الفالف، هل الفالف ده بيقفل لما بلفه ولا لما بشده لفوق ولا ايه اللي بيحصل بالظبط جوه الفالف من جوه. فانا عندي فالفات عشان انا اقفلها او افتحها بحتاج لها لاينر موشن او ريسبروكيتنج، حركة ترددية فوق لتحت بس، زي جلوب فالف، زي الجيت فالف، زي الديافرام فالف، الروتيشن فالف زي البول والبتر فلاي والبلاج. على سبيل المثال انا عندي فالف لاينر موشن اهو، بصوا كده على شكل القفل والفتح بتاع الفالف. الفالف ده انا بلف يعني بحرك فوق، بحرك الهاند ليفر فوق او الهاند ويل الموجوده فوق، فبيحصل ان اللي تحت البلجه بس هي اللي بتتحرك، شايفين احنا الحركه بتاعتها دي حركه تردديه طالعه ونازله لفوق. تمام. لكن في حركه تانية، حركه دورانيه زي الفالف البول، ده شكل الاكشويتور وانا هندسه، لو احنا كنا بنتكلم على الاكشويتور من شويه اللي انت كنت بتسالني من فوق شكله ايه، ده نوع من انواع الفالفز اللي انا بستخدم لها مثلا كهرباء او بستخدم لها اير. انا لو دخلت اير من هنا بضغط عالي هيزق الجير ده، هيلف الجير، والستم اهو ده الستم اللي موجود عندي جوه. تمام. يا رب تكون وضحت في الحته دي. ففي فالفات بتاخد الحركه بتاعتها حركه دورانيه، الحركه الدورانيه دي بالظبط ان انا بلف من فوق هاند ويل اهو، الهاند ويل دي يمين انا كده بقفل الفالف، شمال انا كده بفتح الفالف، ودي حركه ثابته معروفه ان انا لما يعني الفالف لما اعمل رايت تايتنس يبقى انا كده بقفل، والليفت بخليه لوسي او اوبن فالف. تمام. طيب الفالف ممكن هو يكون فول بورت او ريدوسد بورت، ديبند على السيت اللي جوه، السيت والسيل، ده البوله اللي موجوده دي فول بور ودي بتبقى ريدوسد شويه صغيرين على اساس انها تقلل النويز وتقلل الفريكشن، يعني بيبقى لها شويه حسابات. طيب الريدوسد بورت دي انا بستخدمها بس طبعا بتعمل ريستريكشن للفلو شويه، يعني انا عندي ده فول بور اهو، الدايمتر بتاع السيت اللي جوه هو نفس الدايمتر بتاع البايب لاين، مفيش اي تغييرات حصلت. يعني انا على سبيل المثال لو انا بعمل بايب لاين بيجنج او بعمل تنظيف للبايب لاين والاي دي بتاع الفالف، الاي دي بتاع الفالف ده خلينا مثلا نقول القطر بتاعه 8 بوصه، فانا ممكن استخدم حاجه 8 بوصه تعدي من خلاله من غير اي مشاكل. طيب لكن هنا لا، مش هينفع 8 بوصه خالص خالص، لان الفالف ده ريديوسد بور او مش فول بور، فبالتالي الاي دي بتاع الفالف هيديني يعني هيديني مساحه اقل من البايب لاين نفسها. تمام. ده بيعمل لي مشكله في حاله البايب لاين بيجنج، لكن بيبقى له سيليكشن لكراتيريا معينه. طيب وصلنا لاهم جزء وهو الفالف تايب والفانكشن بتاعت كل تايب. ابسط فالف معروف بالنسبه لنا كلنا هو الفالف الحنفيه، الصنبور الموجود عندنا في البيت. الفالف ده نوعه اسمه جلوب فالف. جلوب يعني هو عباره عن لاينر موشن زي ما احنا قلنا، بيطلع لفوق وينزل لتحت، يعني الحركه بتاعت السيت والسيت بتاعه البوابه بتاعته لفوق حركه تردديه لاينر. تمام. هو لينير موشن،
بيقدر ان هو يعمل ستوب وستارت وريجوليت وكنترول وثروتلنج للفلو. فهو فالف متعدد الاستخدامات، لكن للاسف هو غالي شويه، صيانته اغلى حبتين. الموفمنت بتاعه اهو ده شكل الفالف اللي انت هتدخل اي بروسيس بلانت لازم اول ما تشوف الفالف ده كده خلاص انا عرفت ان الفالف ده جلوب فالف، يعني اقدر افتح فيه كراك او افتح فيه شويه صغيرين ما افتحوش كله. في نفس الوقت اتجاه الفلو بتاعي اهو انا عرفته من السهم الموجود، الفالف ده سكيدواله 600 ومكتوب عليه تقريبا 8 بوصه، ده الاي دي بتاع الفالف ومكتوب ان هو دبليو او جي. جميل، فانا كده خلاص فهمت الفالف ده كله من غير ما اعمل اي حاجه، واقدر ان انا اصنفه واقدر ان انا اعمل سبير بارت ليست ليه كمان من مجرد الشكل بتاعه. برضو عرفت ان هو عباره عن الفالف بادي اهو، عرفت كمان ان انا عندي فيه البونت، عرفت ان انا فيه ستيم وفي تحت هنا السيت والسيل. الفالف ده هلاقيه شكله بعد دقيقه هوريه لك، لكن انا اقدر اهم حاجه في الفالف ده او الميزه الكبيره قوي فيه ان اقدر اعمل ثروتلنج للفلو اللي موجود. ده شكل الفالف من جوه لما بعمل فيه قطاع كده، هو لما بيلف الستيم، الستيم بيطلع وهو كونكتد اصلا تحت بالسيل، السيل بتنزل تسيد جوه البوابه اللي تحت، وبالتالي اقدر ان انا اتحكم في الفلو. الكومبوننت بتاعت الفالف، كل فالف ليه كومبوننت احنا مش هنقف عليها كتير، لكن انا هشير لكم ان شاء الله المحاضره دي كبي دي اف، هتقدر ان انت تشوفها كريفرنس ليك. يعني هي خدت وقت كبير جدا في التجميع بتاع الصور الواضحه والكلام ده، فهتلاقيها ان شاء الله كلها موجوده. لكن عموما انا ما فيش اصلا اي بلف بيخلو من حاجات اساسيه، بادي وبونت وستيم واكشويتور وسيت وسيل. تمام، وده شكل الفالف اهو، بيبين الفلو دايركشن بتاعه. الفالفات صحيح يا شباب، انا ليه قلت لك ان انا الفالف من بره ساعات بيبقى عليه سهم بيحدد اتجاه الفلو؟ لان الفالف الجلوب ليه اتجاه، يعني لو بيتركب، لو الميكانيكا بتركب الفالف ده وركبته مقلوب، الفالف ده هيحصل فيه مشاكل كبيره جدا. اتجاه الفلو دايما بيكون من هنا كده زي ما انا شايف، لازم يخبط الاول في الحته اللي فوق دي، لازم يلاقي مصد حاجه تغير الفلو دايركشن. بعد كده لما الستيم ده يطلع او الهاند دي تطلع لفوق فهيبدا الفلو يجي كده. لكن تخيل لو الفلو جه كده فهيأثر اصلا على الجزء اللي هو فوق الستيم ده، يعني فوق السيت، فهيعمل لي بريشر عليها، فاصلا هتيجي تفتحها مش هتقدر. فاتجاه تركيب الفالف في الفلو لازم اكون عارف اتجاه الفلو دايركشن. لو الفلو ماشي كده يبقى الفالف هيركب كده، لو الفلو ماشي كده يبقى هعكس اتجاه الفالف نفسه. تمام، يا رب الحته دي تكون واضحه. الجلوب فالف ليه انواع كتير او اشكال كتير ممكن اشوفها في البروسيس بلانت. ممكن ان هو يكون شكله واي باترن، ممكن يكون انجل ده يعني 90 درجه، الفلو يدخل من هنا يخرج من هنا، او ان هو يكون واي في حاله ان انا مثلا في عندي ميست فلو او مكان خايف ان يحصل فيه كافيتيشن او يحصل فيه ايروجن، او معظم البلوف الموجود على الفلير سيستم او على الفنت سيستم الموجود في البروسيس بلانت هيكون بشكل الواي باترن. لكن اشهر نوع هو نوع الزي تايب او الزي بادي، ده اشهر نوع في الجلوب فالف. برضو زي ما انا شايف اهو كده انا حددت اتجاه الفلو، لو انا بركب الفالف فده اتجاه الفلو. تمام، طيب الديسك الموجود جوه اللي هو يعني بينزل يسيد جوه السيل ليه اشكال كتير مختلفه. طبعا مميزات الفالف وعيوبه، مميزاته ان هو ريكومندد ان انا اعمل بيه ثروتلنج، ان انا اركب عليه كنترول فالف او اكشويتر واتحكم فيه عن بعد، بقدر ان انا اعمل له ريبير بسهوله لان بفك البونت وبطلع السيت والسيل وببدا ان انا اعدلهم. مشاكله ان هو بيعمل لي دلتا بي عاليه جدا في الخط، يعني لو الخط داخل له على سبيل المثال لو قلنا ان هو ده الفالف، ده الفالف، لو انا داخل عندي هنا الغاز ضغطه 100 بار هيخرج من هنا تقريبا 95 بار مثلا، يعني فانا كده في عندي دلتا بي بس اكروس الفالف دي 5 بار، فده رقم، فهو بيعمل لي للاسف دلتا بي كبيره لان هو في طبعا فلو، يعني في دايركشن هيختلف للفلو، الدايركشن ده لما هيختلف هيحصل دروب للبريشر نتيجه ان هو يتغلب على القوه اللي هي اللي حصلت هنا دي، او الفلو المومنتيوم اللي حصل تشينج في المومنتيوم، يبقى عمل هاي بريشر دروب. سعره غالي شويه برضه مش رخيص، وغالبا بيحصل فيه نويز وبلاقي الفالف ده بيعمل اصوات كده ومشاكل اثناء التشغيل. طيب البول فالف تاني اشهر فالف موجود في البروسيس اوبريشن.
الفالف ده بيكون الفتح والقفل بتاعه عباره عن ربع لفه، يعني هو دلوقتي كده المفروض ان هو ده الشكل بتاعه. هلاقي الشكلين دول اكتر الشكلين مشهورين للفالف ده، اللي هو الشكل ده اللي هو ليه حته من تحت كده وبيبقى شكله بالشكل ده. والنوع الثاني اللي هو بيكون مسلوب او فيه سلبه كده زي ما انت شايف برضو، 4 بوصه ريتنج 300 دبليو سي بي، ينفع فيه الووتر والاويل والجاس ليها يعني الدبليو سي بي دي ليها اختصار. الفالف هو زي ما انا شايف ده الميكانيزم بتاع القفل ده، هو كده قافل. اول ما هيلف الليفر اللي فوق له الهاند ويل دي، فانا حركت ستيم في الجير بوكس ده، لف البوله حركت الفلو في الدايركشن بتاعها، ده بيديني اقل دلتا بي ممكنه، وفي نفس الوقت يعني بيديني اقل دلتا بي لانه هو فول بور، مفيش اي مشكله في الفالف. شكل الاوبريشن بتاعته المفروض انها بالشكل ده نتيجه ان انا بحرك الاستم بس ربع لفه، ربع لفه دي بتحرك البوله ربع لفه، فبتكون ان لاين مع الفالف. طيب البول فالف زي ما قلنا برده الكومبوننت بتاعته هلاقيها اهي، الدايركشن بتاع الفلو، الفالف البول سهل جدا ان انا اركبه في اي اتجاه، يعني ركبته يمين زي شمال مش هتفرق البوله كده، مش هيبقى له هاي بريشر سايد ولو بريشر سايد، لا اي اتجاه بيركب في اي اتجاه. لكن لو هو عليه ليفر فوق كده، لو عليه اللي هو الايد اللي بتقفل البلف وتفتحه، فهي المفروض اتجاهها مع الفلو يبقى كده البلف مفتوح. لو يعني لو عندي بايب لاين كده وفي فالف هنا، ده البايب لاين اهي، لو انا الهاند ويل دي ماشيه ان بارل مع البايب لاين، فانا كده البلف مفتوح. لو هي عموديه على البايب لاين زي ما انا شايف كده، لو ده اتجاه الفلو فهي عموديه عليه، فكده البلف مقفول. يعني مجرد ان انا ببص على البلف من فوق بعرف هو قافل ولا فاتح. زي ما انا شايف البول فالف ديزاين بتاعه، البوله اللي جوه بتكون كونكتد على الستيم، والستيم مع الليفر، الليفر كده فموازي للفالف، فبيبقى الفالف مفتوح. لو عمودي عليه يبقى الفالف مقفول. زي ما انا قلت لك الفالف بقى اشكاله مختلفه شويه، في الشكل ده، في الشكل ده، في الشكل ده اللي هو فيه سلبه، او ان هو كله جاي بادي واحد، او الشكل بتاعه. للاسف الفالف ده ما ينفعش ان هو يتفتح ويتقفل فتحه صغيره وقفله صغيره، لازم 100% و100%. ما اقدرش ان انا اعمل منه ثروتلينج، بيشتغل في اللو بريشر شويه. ممكن ان انا استخدمه كفاست اكتنج فالف، ان هو ياخد اكشن سريع جدا، اقفل في خلال دقائق، يعني جزء من الثانيه بيكون قفل في حاله كاتاستروفيك اوبريشن. الجيت فالف من اكتر الفالفات الموجوده في الويل سايت بتاعت الابار. انا بس بحاول اجري عشان ان انا اوصل معاكم للكنترول فالف، بس مجرد نبذه عنه. الكومبوننت بتاعت الجيت فالف، الجيت فالف ده بيكون زي ما احنا شايفين في لو دايركشن بتاعه برضه في اي اتجاه ما بيفرقش معانا. ده شكل الاوبريشن بتاعه، هو قافل اهو، مجرد ما الجيت دي بتطلع لفوق خلاص الفلو بيعدي، مجرد ما هتنزل تاني فكده الفلو وقف، كده الفلو اتقطع خلاص. ده شكل الاستمات بتاعته، في منه نوعين، النوع الاولاني ان السيت نفسه بيطلع مع الاستم، والنوع الثاني ان بيكون ليه جروف كده جوه، يعني احنا دي اللي بتتحرك لوحدها والاستم ثابت، انت واقف فوق مش هتشوف حاجه. لكن هنا انت هتعرف الفالف مقفول ولا مفتوح عن طريق ان هو طلع قدامك، الاستم كله طلع قدامك، لكن طبعا بيبقى الليك ريت فيه اعلى شويه لان الحته دي ممكن انها تحصل فيها ليكينج. لكن هنا انا ما فيش يعني مجرد حركه دورانيه، الحركه الدورانيه دي بتطلع لي الجيت دي لفوق، تمام، الجيت اللي موجوده جواه. طيب التشيك فالف برضو من اكتر الفالفز اللي انا مجرد ما اشوفها بعرفها، ده فالف اسمه تشيك فالف. زي ما قلت لك ان الفالف ده بيدي الفلو في اتجاه ويمنعه في الاتجاه الثاني. الرمز بتاعه في البي اند اي دي او البروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام بيكون بالشكل ده، وليه اتجاه سهم بيحدد اتجاه الفلو بتاعه. الشكل المشهور ليه هو الشكل ده، وبرضه زي ما انا شايف 150 4 بوصه، وهتلاقي اويل ووتر مش عارف ايه. طيب ده شكل الفالف من جوه، في جواه ديسك، الديسك ده بيمشي مع اتجاه الفلو، الفلو لما عدى من هنا زق الفالف ده عدى، تمام. لو الفلو اتقطع الفالف وقع تاني، فكده خلاص ما عادش فيه فلو من الدايركشن التاني هيجي ابدا، تمام. ده برضو دي اشكال مختلفه للتشيك فالف، في منه السوينج تشيك،
في منه السبليت. السبليت ده اللي هو بيكون فيه ديسك بس مقسوم نصين، الفلو كده هيبقى في الاتجاه ده، يعني بيبقى جزء صغير كده في البايب، ما بيبقاش شكل البلوف العاديه او الفلفات العاديه، لا بيبقى جزء صغير كانه فلانشه كده. الفلو بيبقى ماشي في الاتجاه ده، طول ما هو ماشي بيفتح الحته اللي هو الديسك المكسور اتنين ده، تمام، او المقسوم اتنين، بنسميه السبليت او الويفر. ولو حصل فلو في الاتجاه العكسي هيوقف الفلو. ممكن يبقى نوع تاني زي الليفت تشيك، ممكن يكون بول تشيك. وادفانتج فالف مهم جدا جدا بالنسبه لنا برضه، هشوفه كتير في البروسيس بلانت، وهو النيدل فالف. النيدل فالف ده نوع من انواع الجلوب فالف، لكن هو بيشتغل على ضغوط عاليه جدا توصل ل 15000 بي اس اي 20000 بي اس اي، بيشتغل مع الهيدروليك كاويل او جاز. عموما بستخدمه كانه جلوب فالف لكن في بايبنج صغيره، يعني دايما اللي بيركبه الانسترومنت انجينير مش الميكانيكال انجينير. انسترومنت انجينير ليه؟ لانه بيبقى حجمه صغير، بيشتغل على نفس فكره الجلوب فالف زي ما انا شايف، ليه فلو دايركشن برضه لازم اكون عارفه، حتى هلاقيه معمول كده. البتر فلاي فالف مش بسهوله ان انت تلاقيه في بروسيس بلانت، لان بيشتغل دايما في الحاجات اللي هي سلاري اوبريشن، زي مثلا مات سيستم، تنكات فيها طفله، تنكات فيها سلاري، مش هيبقى يعني مش هيبقى فالف زي ما انت متخيل ان هو ممكن ان انا استخدمه في الهاي بريشر وكده. وطبعا ليه فلو دايركشن اهو، ده بقى لازم يكون له فلو دايركشن، البروفايل بتاعه صغير شويه. ده الكومبوننت بتاعته من جوه. طيب الفالف اند كونكشن، الفالفات بتركب ازاي على البايب لاين؟ في فالفات بتركب ثريدد، بيكون فيها ثريد زي ما انا شايف كده، ثريد، وبجيب البايب لاين الفها جواها كده، ربطه جوا بعض كده، خلاص الموضوع انتهى، تمام. طيب في نوع تاني اللي هو الويلدد، لو انا عاوز الليك يكون زيرو، مفيش احتماليه ان يحصل ليك لو انا شغال في محطات غاز، فالليك ده هيعمل لي مشكله، فالفالف بيجي والبايب بتيجي جنبه واعمل عمليه لحام للفالفات دي، فكده بقى اسمه ويلدد، بتبقى الاند كونكشن بتاعته زي ما انا شايف كده وبتتلحم في البايب لاين. ممكن ان هو يكون فلانجد، وده اكتر الفالفات الموجوده في البروسيس بلانت، لكن هي اغلى حاجه موجوده فيهم، ان كل فالف بيكون فيه فلانشه من فلانش من الجنبين. فلانج دي بتتربط بمسامير في البايب لاين زي ما انا شايف كده، اذا كانت ريز دي فيس مثلا، او اذا كان كونكشن اهو نربطها بمسمارين كده يضموا الفالف، او ان هم تكون ار تي جي فلارينج تايب جوينت. برضه المواضيع للاسف فيها تفاصيل كثيره بس ما فيش وقت. في كمان عندي كلامب اوبريشن او كلامب كونكشن في حاله اللو بريشر، ان انا بقرب الاثنين بايب من بعض واحط كلامب عليهم كده يقفل. عندي اي بروسيس بلانت او اي عمليه كيميائيه بتتم في مصنع بيبقى عندي ليها حاجه اسمها بي اند اي دي. البي اند اي دي ده اختصار للبروسيس اند انسترومنتيشن دايجرام، وساعات هنسميه بي اف دي، بروسيس فلو دايجرام. بيبقى الفالف مرسوم بشكل معين كده، الشكل ده بيحدد الفالف ده نوعه ايه. فهلاقي جلوب فالف مثلا، اشهر الفالفات دي اهو، هلاقي الجيت فالف مثلا شكله اهو، هلاقي الجيت برضه اهو، هلاقي البول ده على فكره ممكن يكون بول برضه، لا فيهم، ايوه البول اهو، او البول اهو، الديافرام. المهم ان كل نوع من انواع الفالفز دي هيكون له سيمبل. الكنترول فالف زي ما انا قلت عباره عن اي فالف اقدر ان انا اخليه كنترول فالف عن طريق ادا الفالف اهو، الستيم بتاعه طالع بقى بدل ما بقى مركب عليه ليفر او بول او هاند ويل، فهركب عليه اكشويتر. الاكشويتر ده مجرد ان هو هياخد طاقه ميكانيكيه او طاقه من بره، طاقه خارجيه، اذا كانت كهرباء، اذا كانت هواء، اذا كانت زيت، المهم ان هو يتحرك. اخيرا بس، احنا كنا بنتكلم على الكنترول فالف والاكشويتر. امتى بستخدم اكشويتر للفالفز؟ ان انا على سبيل المثال لو انا عندي فيه غاز سام مثلا، او اهميه ان انا استخدم اكشويتر، لو انا عندي H2S غاز فيه NO2، نشادر NH3، غاز سام، فاكيد مش هقدر ان انا ابعت اوبريتور اقول له روح افتح البلف ده واقفله في حاله ان حصل ليك ولا حصل حاجه، فانا لازم ان انا اكون عامل كنترول سيستم من بعيد، مجرد ان انا بدي سيجنال بس كهرباء او هواء او زيت انها تقدر تتحكم في البلف ده، لكن لو بعت حد هيموت، تمام. في نفس الوقت في حاله الفالفات اللي هي في البايب لاين اللي الدايمتر بتاعها كبير قوي، فمش هقدر ان انا اتحكم في الفالف ده لوحدي، يعني ممكن 10 اوبريتور مش هيقدروا يقفلوه، لكن لو انا حطيت عليه موتور من فوق وسورس كهرباء او سورس غاز، فنقدر ان انا
اقفل الفالف ده وافتحه زي ما انا شايف. في حاله مكان حصل فيه تسريب او حصل فيه كاتاستروفيك اوبريشن، في حريقه حصلت في مكان، فمش هقدر ان انا ادخل اوبريتور ان هو يشتغل في المكان ده، لكن انا اقدر وانا في الكنترول روم عن طريق الدي سي اس او السكادا سيستم الموجوده عندي اقدر اكنترول الفالف ده عن طريق ان انا اقفله من الريموت لوكيشن. لو انا في شوت داون او في عمليه كبيره ببقى ساعات زي المايسترو محتاج ان انا اقفل 10 فالفات مع بعض وافتح 10 فالفات مع بعض وافتح ثروتلينج هنا واقفل ثروتلينج هنا، الموضوع بيكون 50 اتجاه، فاكيد مش هقدر ان اعمل الكلام ده عن طريق ان انا ادي اوردر لاوبريتور اقول له افتح الفالف واقفله. لكن وانا في الكنترول روم كل حاجه هتبقى موجوده قدامي على الشاشه، هقدر ان انا اقول للفالف ده انت تفتح وانت تقفل. تمام، فده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. الاكشويتور زي ما انا قلت لك لا اما بيبقى بجير بوكس، لا سيبك من ده خالص، بيبقى شغال لا اما بالكتريكال لا اما بهيدروليك لا اما بنيوماتيك، وبيبقى طبعا واخد السيجنال بتاعته من الكنترول روم عن طريق دايره كنترول، برضو ليها شرح ان شاء الله بعدين. عموما الفالف ارينجمنت هلاقي ان اي كنترول فالف بيكون قبله بلف عزل وبعديه بلف عزل وعليه خط اسمه خط الباي باس. خط الباي باس ده في حاله ان انا الكنترول فالف ده فيه صيانه، فيه مشاكل، فيه اي حاجه ستك، حصل فيه اي مشكله، فاقدر ان انا اشتغل على الباي باس بتاع الكنترول بتاع الفالف ده. انا كده يعني حاولت ان انا الم اكبر قدر ممكن من الفالفز. ان شاء الله هعمل شير دلوقتي على طول للبرزنتيشن. اتمنى ان شاء الله ان كلكم تكونوا استفدتوا من البرزنتيشن، ولو في اي سؤال انا معاكم اذا كان هنا دلوقتي، لو في حد عنده سؤال لسه ممكن ان انا اجاوب عليه انا معاكم مفيش مشاكل. و طبعا رقم الواتس بتاعي ورقم والميل والكلام ده تقدر ان انت تكونتاكت يعني في اي وقت، انا مفيش مشاكل ان شاء الله يعني.